بنرحب بحضراتكم معنا مرة تانية بعد ما تابعنا التقرير اللي شفناه من شوية دور قواتنا المسلحة في المشاركة والمساعدة، طبعا التعقيم والتطهير اللي بيحصل في ميادين وشوارع مصر الرئيسية، المنشآت الحيوية والهامة، الوزارات، بنتكلم كمان على الدعم اللي بتقدمه في مجال المساعدات الغذائية وتوفير السلع وما إلى آخره، والشرطة المصرية ودورها وطبعا موجودة ومتابعة حظر التجوال وتأمين المنشآت. يعني الحقيقة بنتكلم على طبعا أجهزة الدولة والمجتمع المدني والمبادرات التطوعية لهذه المنظمات والجمعيات الأهلية، مبادرات فردية من عدد من الشباب. زي ما بنقول إنه في الوقت الحالي محتاجين كل إيد، محتاجين كل مساعدة، محتاجين كل واحد يقوم بالواجب والدور والمسؤولية اللي عليه، المشاركة والمسؤولية المجتمعية في التوقيت الحالي نعدي إزاي من هذه الأزمة، لازم ده يكون بتضافر كل الجهود الممكنة. عشان كده هنتكلم النهاردة في فقرتنا عن أهمية الشغل الإيجابي اللي احنا شايفينه والروح الجميلة اللي عند الشعب المصري، بيقف مع بعض وقت الحاجة وقت الأزمة، أهمية ده وإنعكاسه على الوضع الحالي والروح المعنوية، واللي احنا محتاجين يعني أكيد في تخوف وفي قلق، لكن لما بتلاقي كل هذه الجهود والحاجات الإيجابية اللي بتحصل وبتخرج من المجتمع المصري بتدي الأمل والتفاؤل في بكرة وفي ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة في الحياة اليوم هنتكلم عن هذه الجزئية والدور اللي بيعمله المجتمع المدني في التوقيت الحالي. معانا في الحياة اليوم خليني أرحب بأستاذة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحد المشاركين في مبادرة البلطو الأبيض اللي كنت بتكلم فيه من شوية مع معالي الوزيرة دكتورة هالة زايد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أهلا وسهلا. أستاذ هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير وأحد مؤسسي مبادرة حماية لدعم المتضررين من عمال اليومية والعمالة الغير المنتظمة وطبعا الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا في الوقت الحالي. أهلا وسهلا أستاذ هاني، مشرف. والداعية الإسلامي الشهير طبعا والمعروف أستاذ شريف شحاتة، ورحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الأول اسمحوا لي بقى كده يعني نعرف أكتر عن الأفكار والشغل والمبادرات. أستاذة أميرة كنت معايا على التليفون من 3-4 أيام تقريبا وكلمتيني عن مبادرة البلطو الأبيض، قلنا لا إحنا محتاجين بقى نقعد نتكلم فيها بالتفصيل ونشوف بتفكروا في إيه وإزاي نقدر نساعد ونساهم معاكم ومع وزارة الصحة في المرحلة دي. اتفضل. أنا بس أشير سريعا لماهية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. التنسيقية تشمل الطيف السياسي كله، فيها دلوقتي أغلب الأحزاب المصرية ممثلة في شباب هذه الأحزاب. أيوة. فإحنا ممثلين لليمين واليسار والطيف السياسي بشكل كبير. والحقيقة قائم على الأمر في الأزمة دلوقتي كل الناس، يعني إحنا رمينا أي اختلاف أيديولوجي على جنب تماما وكلنا شغالين بكل الأفكار الممكنة وكل المبادرات اللي ممكن نزق بيها الدنيا قدام أو تكون فاعلة في الوقت الحالي بشكل كبير. أحدهم هي البلطو الأبيض، وعندنا جنب ده نشاطات كتيرة قوي تجري حاليا، منها الوقت اللي الناس قبضت فيه الفلوس الفترة اللي فاتت المرتبات، احنا نزلنا عند تقريبا يعني اللي قدرنا نوصل له من ماكينات الاي تي ام بالظبط، وكان في ملصقات حقيقة دلوقتي كمان تعدت الماكينات وبقت موجودة في أغلب الشوارع ومحطات المترو وأي أماكن قد يكون فيها ازدحام، بتوعي الناس بتقول لهم الإرشادات الأساسية وأسس الوقاية والرسالة بتاعت إلزموا بيوتكم. ده أحد اللي الأشياء اللي بنعملها. بنعمل فيديوهات للتوعية كمان مترجمة بلغة الإشارة، يعني دعم لكل من هو عنده قدرة مختلفة، احنا بنهتم بده جدا. في مبادرات كتير فردية ودلوقتي يعني شغالين على تطويرها بشكل أكبر علشان نسند الأسر الأكثر احتياجا. الدور السياسي كمان في انه المنصة توعوية كونها صفحة التنسيقية بشكل كبير، يعني طول الوقت احنا بنوصل الرسائل اللي تهم الناس واللي لازم الناس تكون مهتمة بيها وتنفذها بالفعل، أهمهم طبعا أنه الناس تفضل في بيوتها في الوقت بصي يا أميرة حضرتك بتتكلمي القصيدة. يعني طبعا هو مفهوم منظمات المجتمع المدني والجماعات الأهلية بتشتغل في ده بيبقى فاهمين احنا خلفيتهم، هو موجودين عشان خاطر كده. مزبوط. لكن لما نتكلم على كيان سياسي كنا دايما بنبقى متضايقين قوي انه الاحزاب او كده ما تفتكرناش غير وقت الانتخابات. مظبوط. بس كده. بس ده دلوقتي بقى بيتغير خالص الحقيقه. يعني والحاله اللي عاملاها يمكن التنسيقيه واحنا كسياسيين شباب قادرين نفهمها كويس قوي هي بالمقام الاول التاثير على صناعه السياسات. عظيم. ومنها كانت مبادره البلطو الابيض. احنا كل اللي عملناه ان احنا شفنا ايه اللي ممكن يكون بشكل استباقي ضروري ومهم وهيساعد الأطقم الطبية كتير قوي
معنويا ولوجستيا وعلى جميع الأصعدة. فنشدنا الوزارتين، وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي، علشان لازم التنسيق يتم بينهم. تمام. لأن فكرة المبادرة ببساطة هي أنه طلبة السنوات النهائية في الكليات الطبية كلها، بما فيها طبعا طب صيدلة تمريض وغيرها. أيوة. دلوقتي المبادرة بتتوسع. التعليم العالي هتنسق مع الوزارة علشان يبقى فيه الديتابيز أو قاعدة البيانات. بالضبط، قاعدة البيانات الخاصة بالطلبة. وهياخدوا تدريب مكثف هو بالأساس وبالمقام الأول شأن وزارة الصحة والسكان، علشان يكونوا جاهزين وعلى أتم قدر من الجاهزية لولا قدر يعني الله تطور الأمر. يعني أنتوا عرضتوا الفكرة والصحة والتعليم العالي ينسقوا ويقوموا بالتنفيذ. بالضبط، احنا طبعا هنسهم في حشد الشباب، لانه هو ده المكان اللي احنا متواجدين فيه بشكل كبير قوي، واللي قادرين ان احنا نكون مؤثرين في وسطه. تمام، اوكي. استاذ هاني، كلمني برضه طبعا مؤسسه صناع الخير، احنا عارفين شغلها وعارفين يعني صاحبه سجل حافل يعني الحي بالخير وبكثير من المشاركات الايجابيه. الموقف اللي احنا فيه النهارده بيستدعي شغل اكتر ومشاركه اكبر، فقولي بقى يعني طبيعه المبادرات اللي انتوا شغالين عليها او بتفكروا فيها. انا هو طبعا بشكر حضرتك وبرنامج الحياه اليوم، لان انا اتشرفت طلعت هنا قبل كده، وكنا عرضت برضه مبادرات قبل كده في صناع الخير. كل ما تعملوا مبادرات هنبقى مع بعض على طول. بشكرك لان انتوا فعلا مهتمين بالعمل الاجتماعي والخيري، وده طبعا دور الاعلام، لان زي ما القطاع الخاص ليه دور، القطاع الحكومي، القطاع الاهلي، فدور الاعلام برضه مهم جدا، لان ده اللي بيوصل للناس يعني. صحيح. فاحنا الحمد لله طبعا عشان اللي حاصل اليومين دول وموضوع كورونا وكده، فابتدينا نفكر بسرعه لازم نعمل مبادره سريعه اللي هي كانت مبادره حمايه. ودي مستهدفين ثلاث حاجات، يعني بنعمل ثلاث حاجات. اول حاجه بالتنسيق مع وزاره القوى العامله، وفي طبعا بدخول تعاون بيننا وبينهم، ان احنا عاملين بناخد منهم كشوف العماله غير منتظمه. يعني اي حد بقى عماله غير منتظمه حصل اي اللي حصل اليومين دول فقعد في البيت فبيسجل في القوى العامله. صح. احنا بناخد الكشوف دي وبنبدا نشتغل عليها، هنديله 500 جنيه اعانه شهريه لمده 3 شهور. غير ال 500 اللي هيطلعوا من الدوله. بالظبط كده. وده هيبقى عن طريق البريد او البنك، اقرب حاجه ليه يعني. الحاجه الثانيه ان احنا عاملين شنطه وقائيه. طب دلوقتي هم وصلوا امبارح كنا بنتكلم على 1,200,000 اللي سجلوا نفسهم في الوزاره. جاهزين بده؟ احنا بص حضرتك احنا برضه مرتبطين بحجم تبرعات. تبرعات فانا دلوقتي ما انا بقول كده عشان كده. بالظبط. انه لو الملاءه الماليه ما يعني تكفيش ده يبقى الدعوه مفتوحه. يعني انا دلوقتي مثلا جاهز مثلا لحد دلوقتي نطلع شهريات بنص مليون جنيه. حجم التبرعات زاد فانا هزود. حجم العماله الغير منتظمه اللي سجلت نفسها زادت، محتاجين يبقى كده فلوس اكتر. الحاجات اللي لا قدر الله الموضوع طول شويه، فاحنا هنضطر عايزين استمراريه اكتر من 3 شهور، فالموضوع طبعا هيبقى فيه يعني ان شاء الله خير يعني. تمام. الحاجه الثانيه عاملين شنطه وقائيه فيها مطهرات. دي بنوزعها على عمال النظافه اللي موجودين في الشارع، لان دول الاكثر عرضه ان هم يعني يتعرضوا لموضوع كورونا. وزائد الاسر اكثر احتياجا في القرى والمحافظات البعيده، لان طبعا احنا بالنسبه لنا كصناع خير دايما بنروح للمناطق الحدوديه، سانت كاترين، حلايا ابو شلاتين، الوادي الجديد، فاحنا حتى ابتدينا المره دي من اسوان، وان شاء الله بعديها حلايا ابو شلاتين على طول. حتى رحنا هناك كنا بنعمل اعمال قرى القريه، وابتدينا ان احنا نطهرها كلها، عملنا لها تطهير، وده كان اول بدايه لينا في مبادره حمايه. الحاجة الثالثة هو شنطة مواد غذائية أو كرتونة مواد غذائية زي بتاعة رمضان بالظبط. دي عشان طبعا برضو الناس اللي هي لحد ما متضررة اليومين دول قاعدة في البيت، فمحتاجين جدا موضوع اللي طبعا بنتابع أهو بعض الصور عن المبادرة والشغل اللي حضرتكم عاملينه. فبقى في مواد غذائية بنوزعها في في المحافظات، وبرضو الناس الأكثر احتياجا يعني. تمام. يمكن الصور حضرتك بتعرضها عند حضرتك دي، ده كان التعبئة للمطهرات الشنطة الوقائية. يمكن كان معانا هنا الكابتن أحمد حسن اللي هو يعتبر بالنسبة لنا سفير المبادرة بتاعت حماية. بس دي برضو نقطة مهمة، يعني يبقى عندك برضو نماذج كده يعني الحمد لله قدوة للشباب أو يعني مهم جدا معنا يعني بعض الفنانين، والفنانة بشرة، كابتن شوقي غريب، دكتور، حتى دكتور شريف كان معانا عمل لنا فيديو. فكل الناس دي طبعا داعمين لينا، وده حاجه مهمه جدا، لان هو لازم اليومين دول كلنا نقف مع بعض. هو معانا بقى بشخص دكتور شريف، فالمايك مع حضرتك والكاميرا دلوقتي، لان احنا في امس الحاجه طبعا ان احنا نسمع كلمه تطمننا كلنا طبعا على لساننا جميعا، يا رب يعني يرفع البلاء والغمه دي عننا ويقوينا ويسترها مع الشعب المصري. ايه اللي ممكن نقوله في حاجه زي كده؟ طبعا العالم كله يعني خلاص احنا بين ايدين ربنا سبحانه طبعا وتعالى، بناخد بالاسباب وبندور على الدواء والعلاج، لكن ده كله طبعا باذن ربنا طبعا سبحانه طبعا وتعالى اولا طبعا واخيرا. فاولا الموقف اللي احنا فيه يعني شايفه ازاي؟ وشايف كمان اهميه ان احنا كلنا مع بعض
نفضل مع بعض فعلا ونتعامل مع الأزمة دي ونطلع منها. بداية طبعا يعني أنا بشكر حضرتك على الاستضافة وطبعا الصديق العزيز سداني وطبعا أهلا بيكم جميعا. فالحقيقة فكرة التوعية دلوقتي وفكرة إن احنا نشتغل على البعد ده مهم جدا. أيوة. وعايز أقول كلمة الحياة اليوم هي فعلا النهاردة وصلنا إن دي بقت حقيقة وقت. إن الحياة كلها في العالم كله اليوم بقينا نمشي باليوم بقينا نمشي بالوقت. فالحياة اليوم النهاردة بتقول لنا إيه؟ الحقيقة يعني حضرتك في الكلام قلت كلمة لطيفة جدا فكرة نتكلم نقول إيه احنا كلنا بين إيدين ربنا. الحقيقة يمكن أنا هبدأ بشيء مختلف شوية ألا وهو أن تصدر لنا الفترة اللي فاتت كم من الإحباط واليأس غير طبيعي. صحيح. اتصدر لنا عن طريق السوشيال ميديا تحديدا وبعض البيجز أو البعض الويب سايتس أو المواقع كلام عنيف جدا عن كورونا وأن دي نهاية العالم وغضب ربنا كبير. أيوه. جدا وإحنا هنموت يا جماعة وحاجات كده كتير. للأسف الشديد هو بيصدروا كلام غلط. ليه غلط؟ لانه مين يقول ان ده غضب ربنا؟ يعني مين يقدر يقول لنا الجمله دي؟ صحيح. لازم ربنا سبحانه وتعالى هو يقول لنا. ربنا ما قالناش ان ده غضب، ولكن الاسم او السؤال غلط. امال ده اسمه ايه؟ ده اسمه ابتلاء. واحنا عندنا الابتلاء له موقفين. موقف الاولاني اللي هيموت بكورونا زي ما قال العلماء هيبقى شهيد. طيب واللي هيعاصر الوقت ده بصعوبته النفسيه والشده اللي فيه هيبقى واخد اجر اللي صابر واللي راضي، لان احنا عندنا من اركان الايمان ان نؤمن بالقدر خيره وشر. طب ما هي بجد يعني اختبار لينا اهو. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي بيقول ان ده غضب من ربنا، انا عايز اقول له ان حصل في عهد الصحابه نفسهم ما هو اكتر من كده بكتير جدا، ومحدش قال ان ده غضب من ربنا. يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما كان طالع من المدينه المنوره للشام وكان فيها طاعون، فهو عارف النبي قال لو موجود الطاعون او وباء يعني في مكان محدش يدخل ولا يطلع. ولو رجعنا بالزمن شهرين ثلاثه لو ده كان حصل في وهان الصينية انه يتقفل عليها لحد يطلع ولا يخرج كان الموضوع خلص. سيدنا عمر عمل ايه؟ رجع، مش هدخل الشام، رجع. فقالوا له اتفر من قدر الله؟ انت بتفر من قدر؟ قال افر من قدر الله الى قدر الله. فبالتالي ده دور ان احنا النهاردة من اسبابنا ان احنا نقعد في البيت، ده سبب وجيه جدا. الامر الثاني، هل دعواتنا، هل اجتهادنا طبعا مع الاسباب الطبيه والعلميه ان احنا ناخد احتياطاتنا بقى من الكحول ومن التطهير ومن الوقايه وقدر المستطاع، هل احنا هنقف عند دي بس؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى باذن الله يجي علينا رمضان ويجي علينا التراويح ويجي علينا التهجد ونعمل موائد الرحمن في رمضان، وان شاء الله ان شاء الله ايام وتعدي. لازم نبشر. طيب في ظل الازمه اللي احنا فيها نفسيا ومعنويا نخلي بالنا من حاجتين او ثلاثه مهمين جدا. اي رساله بتبدا سلام عليكم يا جماعه دي اللي هي بتخوف بعدها على طول، فنخلي بالنا من دي جدا، لان للاسف الشديد احنا عندنا في العالم عندنا مرض عضوي صريح وعندنا مرض نفسي صريح. الأسوأ هو السايكوسوماتيك أو النفس جسمي، إن واحد يسمع خبر صادم يجيله جلطة أو يجيله ضغط أو يجيله سكر. فإحنا مش عايزين نطلع من كورونا اللي هو مرض عضوي نطلع لأمراض أسوأ نفسي، نطلع باكتئاب مزمن ولا قلق ولا أرق، لا دي كارثة. يعني بالتالي إحنا ناخد بالأسباب، والنبي قال لنا كده، قال لنا نطمن لسببين. السبب الأولاني إن كل ما يدور بعلم الله سبحانه وتعالى. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من هم، أدينا مهمومين، ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكه، حتى الشوكة اللي تتشاك إلا كانت كفارة لخطاياه. كل واحد النهاردة بيعاني أو بيشوف الكلام ده عايز أقوله لو سمحت اتعلم في الزمن ده تقول لأ لحاجة واحدة بس، أي خبر سيء أو أي موقع سيء قول له لأ. لأ ليه؟ لأن حضرتك لما تقول له نعم هتقعد طول اليوم خوفك يزيد. في ناس ممكن تموت من الخوف من كورونا مش من كورونا، في ناس ممكن من القلق تترعب أي أعراض تظهر عليها. فبالتالي نطمن لان ربنا سبحانه وتعالى حمينا، لان ربنا النهارده منظمه الصحه العالميه ودي بشره جميله جدا، النهارده البيان الرسمي لمنظمه الصحه العالميه قالت ان التوقع الحالي ان مصر مش هتدخل في المرحله الثالثه اللي هي تفشي الوباء، وان عندها فرصه ذهبيه انها تخرج من الوباء. فالحمد لله ده فضل ربنا اهو. الرقم ثلاثه بقى ودي اللي انا باكد عليها جدا، الدعاء. ندعي ربنا كتير جدا. طيب حد يقول لي طب ما هو ربنا، وده سؤال جوهري، لو ربنا كاتب علينا كده هل الدعاء يغير ده؟ اقول له طبعا، لان احنا في الشرع اصلا ان القدر نفسه ربنا عز وجل زي ما القران قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. ففي قدر مش هيتغير وفي قدر بيتغير. من الحاجات اللي النبي وصى بيها صلى الله عليه وسلم ان انت تدعي كتير. طب لو احنا دعينا كتير هل لو انا كنت ممكن اتصاب او حد من احبابي يتصابوا ممكن ما يتصابش؟ اقول له طبعا. ايه الدليل؟ الدليل مش رايي، الدليل النبي اللي قاله، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء اهو والبلاء يعتلجان، البلاء نازل والدعاء طالع. لو الدعاء قوي يرد البلاء. طب ولو انا ما بدعيش؟
خلاص انت حر بقى. ده هل ده معناه ان انا هتخلى عن الجانب الطبي والوقائي؟ لا، احنا بنتكلم على المنظومة كاملة، ان احنا ناخد بالاسباب المنطقية والاسباب المادية اضافة الى يقيننا في الله سبحانه وتعالى ان هي ازمة وهتعدي ويجعل لنا رمضان بكل جماله باذن الله تعالى. دي نقطة فارقة جدا، ونقطة بين قوسين، حسن ظننا في ربنا سبحانه وتعالى، هو يرانا الان ويسمعنا، انه لن يخذل الشعب ده ابدا، لن يخذلنا، لان مصر جت في القران كتير قوي، وربنا حمى مصر ادخلوها بسلام امنين. التحدي الكبير اللي كنا فيه من اسبوع او اتنين ان مصر خلال يومين ثلاثه هيتفشى الوباء، مش ده اللي كان كل ده سمعناه ومن منظمات كبيره؟ النهارده الحمد لله الى الان، وربنا يكملها ان شاء الله على خير، في غموض بالنسبه لهم، هو في اللي بيحصل فشويه نقول لا ده تطعيم الضرر، لا ده شويه، في النهايه الله سبحانه وتعالى حمايته وحفظه لهذا البلد وان شاء الله وغيرنا يعني وغيرنا كمان. فانا عايز اقول نطمن ونهدى علشان في الاخر ناخد ثواب حتى الرضا والصبر، وان شاء الله هتعدي. كلام مهم ومحترم، ونرجع نتكلم اكتر، محتاجين فعلا يعني نفهم ونهدى ونستوعب الامور حوالينا ونثق في نفسنا وقبل كده ربنا سبحانه وتعالى، وناخد بالاسباب. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم ونشوف ايه المطلوب في هذه المرحله عشان نعدي منها على خير وسلام باذن الله. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، وبجد التحية طبعا لضيوفنا الكرام اللي مشرفينا النهاردة، وكنا بنتكلم عن المسؤولية والمشاركة المجتمعية في الوقت الحالي، دور الجامعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكمان التحلي بالصبر وبالإيمان، وأن الاختبار ده والابتلاء ده من ربنا سبحانه وتعالى يعني يعدي على خير بالأخذ بالأسباب وبالهدوء والصبر والتحمل علشان حتى ناخد هذا الثواب. وكانت طبعا الكلمة مع دكتور شريف شحاتة الداعية الإسلامي طبعا، اللي اتكلمنا عن هذه الجزئية، والمهم كمان التعاون مع بعض للخير في هذه المرحلة. من الباب ده والمنطلق ده، لما كنا بنتكلم طبعا عن صناع الحياة وعن تنسيقية شباب الأحزاب والمبادرات التطوعية اللي شغالين فيهم، سواء لدعم المنظومة الصحية في مصر أو دعم الأسر الأكثر احتياجا واللي محتاجة للمساعدة في التوقيت الحالي. هنتكلم كمان دلوقتي عن مؤسسة مصر الخير اللي برضو ليها باع طويل، وكثير من الأمور والمبادرات الطيبة والإيجابية واللي مستمرة معانا ومحتاجينها أكتر كمان في الوقت الحالي. مصر الخير مع هايد بارك للتنمية للتطوير العقاري، توقيع بروتوكول تعاون لتوفير عدد من أجهزة التنفس الصناعي، اللي احنا عارفين طبعا أن في أزمة مشكلة بالنسبة لها في العالم كله دلوقتي. تفاصيل أكتر نعرفها من أستاذة أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، معانا على التليفون. مساء الخير يا أستاذة أمل. مساء النور، ازي حضرتك يا استاذه؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذه امل. يعني طبعا بنشكر كل جهد وكل طاقه ايجابيه محتاجينها في التوقيت ده، فكلميني عن المبادره وبروتوكول التعاون اللي تم توقيعه. طيب بصي، الحمد لله يعني الحقيقه يعني مصر بخير، وكل رجال الاعمال والشركات وزي ما حضرتك قلتي منظمات المجتمع المدني، كل الناس واقفه كده مع بعض عشان ان شاء الله نعدي الازمه دي على خير، واحنا مش هنعديها غير وكلنا مع بعض. صحيح. شركة هايد بارك طبعا هي شركة تطوير عقاري ومن أكبر الشركات في مصر. الحقيقة عملوا معنا مبادرة، وأعتقد إحنا يمكن المؤسسة التنموية الوحيدة مع الشركة، الحمد لله إن إحنا في خلال كام يوم قدرنا نوفر 10 أجهزة تنفس، ويعني وزعناهم لمستشفيات الحج، ودينا في مستشفى العباسية، ودينا إن شاء الله بكره تقريبا في مطروح، بنودي في مستشفى طنطا الجامعي. عظيم. يعني العشرة توزعوا في يعني طبعا حسب مع احتياجات لسه احتياجات واولويات وزاره الصحه. بالظبط، اولويات. احنا بنتعامل المثلث اللي بيقولوا دايما مثلث التنميه، يعني الحكومه اولوياتها احنا بنتبعها كمنظمات مجتمع المدني، والحمد لله التمويل كان موجود عندنا من بالمشاركه مع شركه هايد بارك، اللي بوجه ليهم وللاستاذ امين سراج ولكل الناس القائمين. وده دور القطاع الخاص في الوقت الحالي يا استاذه امير، يعني ده اللي ده حقيقي. واحنا الحقيقه معانا شركاء كتير جدا، ومش معانا بس، يعني الواحد حتى لو حضرتك شفتي السوشيال ميديا كل منظمات المجتمع المدني، كم المهول من الشركات اللي هبت، سواء بيتبرعوا تبرعات عينيه عشان
الكراتين الغذائيه والناس يوفر لهم اللي غير قادرين او اللي قعدوا عن العمل عن طريق الاكل. احنا مصر خير عاملين مبادره كمان بنودي شنطه طبيه مع الشنطه او كرتونه المأكولات عشان يبقى فيها كحول وكلور مستلزمات طبيه بقى والتعقيم مستلزمات طبيه. فالحقيقه كل الشركات القطاع الخاص والافراد اللي سامعيني دلوقتي ومطاعم ناس كثيره جدا بتتصل بينا. يعني يمكن قبل الازمه يعني لو اقول لحضرتك يعني الحمد لله قبل الازمه كنا احنا كفند ريزنج او تنميه موارد بنقعد ندور ونروح نكلم الشركات. الحقيقه من ساعه الازمه انا بقول لهم يا جماعه انا مش لاقي وقت انا بشتغل 24 ساعه. كم الشركات هم اللي بيبادروا بالاتصال وده رغبه في المشاركه. عظيم ربنا يزيد ويبارك ويبارك في الخير واهل الخير. شكرا جزيلا استاذه امل مبدي رئيس قطاع تنميه الموارد مؤسسه مصر الخير. سريعا بقى وسؤالي للاستاذه اميره وكمان استاذ هاني، يعني برضو احنا محتاجين ننسق مع بعض. يعني في جمعيات معروف مثلا مركزه في حاجات معينه عندها قاعده بيانات، ازاي نتكامل مع بعض وبدل ما نكرر نفسنا وندي في اماكن او في يعني في مكان ما او مجال ما اوريدي اصلا هو عنده الاحتياج بتاعه ده متوفر من جهات ثانيه. طب انا هقول بسرعه، يمكن النهارده كان معايا وزيره التضامن دكتوره نبيل قباش كانت عامله فعلا الاجتماع ده النهارده عشان تنسق مع كل الجامعات والمؤسسات. عظيم. احنا هنعمل ايه وايه الخطه اللي هننزل بيها، ومش كل طبعا الناس تنزل في مكان واحد ونسيب اماكن الاخرى. انا قصدي على كده طبعا ده مهم. يمكن حتى بقول على كلام استاذه امل، اليومين دول القطاع الخاص عامل دور عظيم بصراحه. يعني بجد احنا مصير اتصالات وي نازلين معانا على كل دول ايتام والمسنين، هنوزع عليهم شنط الوقايه وهنوزع عليهم حاجات كتير، فطبعا ده دور مهم جدا. المصرف المتحد بنوك محترمه شغاله معانا، فطبعا ده دور مهم جدا للقطاع الخاص، ولازم الوقت ده كلنا نبقى مع بعض. صحيح. قطاع الحكومه القطاع الخاص او القطاع الاهلي. استاذه امير، يعني يمكن سياسيا انا شايفه برضو انه القطاع الخاص فيه ضروره كبيره ان هو بيقدم جهود، بس نقدر نخليها اكثر عشرات المرات مما هو مقدم الان. ويمكن دي دعوه لكل الشركات المتعدده الجنسيات، كل الشركات الكبرى في مصر، كل رجال الاعمال الكبار. ما فيش انسب من هذا الوقت للوقوف بجانب الوطن ولبدء تكاتف شعبي ضروري جدا، وهم يملكوا هذه الادوات. والسي اس ار او اقسام المسؤوليه المجتمعيه اللي موجوده في هذه الشركات، ده النهارده لو انت مش موجود هتبقى موجود امتى؟ صحيح. يعني فدي حاجه مش ضروريه، مش هننسى اللي وقف معانا ومش هننسى اللي هو تكاسل او ما كانش موجود. يعني هو ما فيش افضل من دلوقتي. صح. مش عشان تعمل اعلان، علشان تقوم بدورك. يعني وفي نفس الوقت انت هتبقى كسبت، بتحمي بلدك وبتحمي نفسك وغيرك، كسبت على جميع الاصعده. فده لازم يحصل. يمكن انا شايفاه، بس شايفاه بصراحه اقل من توقعاتي كثيرا جدا. محتاجين اكتر وقت جدا. دكتور شريف، يعني من شويه حضرتك كنت بتتكلم على الصبر والاحتمال واهميه الدعاء كمان لرفع البلاء. يعني طبعا في حاجات دلوقتي شفناها، شفنا في اسكندريه وامبارح تقريبا في شبرا، في قلق مشروع وفي محاولات يعني خبيثه او مشبوهه. حس الناس على الدعاء ده شيء محمود بالتاكيد، لكن الدعاء في تجمعات وفي مظاهرات والنزول للشارع بالشكل ده، يعني شرعا ايه؟ الحقيقه يعني عشان الناس ما تظنش احنا بنتكلم على ناس معينه، لا احنا بنقول لهم انهم عندهم حسن ظن ان هم يعني يتجمعوا ويدعوا، يمكن ده اقرب من وجهه نظرهم للاجابه. ولكن عايز اقول ان ده مش صحيح، ما عندناش دليل، ما عندناش سند بيقول ان لما ندعي في مجموع الدعاء اقرب للاجابه، ما عندناش حاجه بتقول لنا كده. ولكن احنا ربنا سبحانه وتعالى طمنا كلنا بايه واضحه جدا، قال الله تبارك وتعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فهي ايه بتطبطب علينا قوي قوي، وانت محتاج تبقى ده بالعكس. ده احنا مطلوب مننا ان احنا نجعل لبيوتنا مكان نصلي فيه للنوافل، ونجعل لنفسنا وقت ندعي فيه مع ربنا. ففكره التجمع دي انا يعني هرد عليها برد، كان في القرن السابع تقريبا كان ابن حجر العسقلاني كان بيتكلم على فكره ان في ناس كان في وباء في الوقت ده، في 40 واحد مصابين، فخدوا بعض كلهم وطلعوا اهل القريه في الصحراء يدعوا بحته ان اشعث اغبر لو دعينا مع بعض ربنا يستجيب. فبيقول لما رجعوا اتصاب 1000. لا اله الا الله. فبقت في كارثه، يعني ده كان خطا. وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما كان هناك وباء شديد جدا في عهده امر الناس وقال جمله مشهوره جدا، قال: ان هذا الالم كالشعله من النار، الم الوباء كالشعله من النار، فتفرقوا بين الجبال. كل واحد يروح يقعد في بيته، كل واحد يروح بعيد حتى ينفك الهم، يعني حتى الموضوع ينتهي. فاحنا هندعي
وهنعمل كل حاجه وبنسبه الخير وبنسبه المبادرات. ده لازم نعمل ده، يعني مش بس ان احنا ندعي، احنا عايزين نقول ان في دعاء، في حديث للنبي. طب ممكن نختم حلقتنا دلوقتي بدعاء من حضرتك، يعني ربنا ان شاء الله يرفع البلاء عننا ويخفف على الشعب المصري وعلى العالم والانسانيه والبشريه كلها باذن الله. اللهم امين. وهي بس قصه التكافل دي في خمس ثواني، ان سريع. قال النبي صنائع المعروف صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فاللي خايف اصنع خير وقدم خير. دي رسالة. طيب ندعي دعاء قصير كده. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وأوان وحين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم خذنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من ترى هذا البلاء، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. إلهنا مولانا، لا تعاملنا بعدلك بل عاملنا بفضلك. اللهم أذن لهذا البلاء أن يرفع، إذن لهذا البلاء أن يرفع. اللهم يا رب اغفر ذنوبنا التي بلغت عنان السماء، اغفر ذنوبنا التي أنزلت علينا البلاء. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، من علينا الآن بنظرة رحمة ورضا، من علينا الآن بنظرة رحمة ورضا تجعلنا بها في حفظك ورعايتك. اللهم أمننا مما نخاف، اللهم أمننا مما نخاف، ارفع عنا هذا البلاء والوباء. اللهم أقسمنا عليك يا ربنا، إلى من يلتجئ الفقير إلا إلى الغني، وإلى من يلتجئ الضعيف إلا إلى القوي، وإلى من يلتجئ المريض إلا إلى الشافي، وإلى من يلتجئ المذنب المقصر إلا إلى التواب الملك. فاللهم التجأنا إليك فلا تردنا، اللهم التجأنا إليك فلا تردنا. إذن في هذه الساعة أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء، وأمنا مما نخاف. اشفي يا رب كل مريض، اشفي كل مريض، اشفي كل مريض. اللهم أمن روعاتنا، اللهم يا رب، يا رب احفظنا بحفظك، احفظنا بحفظك، واجعلنا في رعايتك. اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بشكركم شكرا جزيلا، وده أفضل ختام. وربنا يحفظ مصر وشعبها والعالم كله، ويرفع عننا الغمة بإذن الله. شكرا جزيلا، شوف حضراتكم بكرة بإذن الله على كل خير وسلام إن شاء الله.